السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مومنقص. اليوم تحريات اكثر من القتل. نعم، تشوفون كيف سويت تحريات خرافيه. فقبل ما يبدا المقطع لا تنسوا زر اللايك، والجيم كانت مع ريان اوسمز وياسر شباب معنا في الديسكورد، فلا تقصرون في الدعم في هذا المقطع. وادري اني مكثر مومنقص لكن اللعبه جميله صراحه، قاعد العب فيها اوقات كثيره، فان شاء الله تستمتعون. بس خليكم على المقطع. اوكي يا شباب، اماكنكم. اوكي، اول شيء نبدا بام زد. كنت بالمدبي، كنت سوي سكان بالمدبي. اوكي، دابي ستورج. خالد شفته في ستورج. دابي ما كان في ستورج الا كنت في ستورج. وين كان؟ في واحد معي. وين بالضبط؟ ستورج بالضبط فوق يسار، اخر شيء مصر روبرت فوق يسار. طيب انا تو مار من عند خالد. خالد كان يسوي مهمه البنزين، ما كان في احد الا خالد. استنى خالد لقيته تحت. اول شيء كان يسوي مهمه اللي تنزل زباله اتوقع، وبعدها انا كملت تحت يمين ما ادري اسمها شيء على ما اظن. ايوه، ولقيت اللي هو الاصفر طالع جهة الادمن، بعدها انقطعت كهرباء. اتوقع ان كان رايح يصلى. طيب نجيب وينه؟ انا كنت في ابر انجن. نجيب وينك؟ طيب الجثه في الالكتريكال، يعني ام زد كان هو في المدبي فيقدر يدخل فنت ويروح مدبي. لكن فنت يا ميح، دابي يقول انه كان في ستورج ما كان في احد. توني مر من ستورج انا، ما كان في احد. وخالد يقول ما في احد عنده قبل طفل اللمبات. يعني انا يوم رحت عند السكيورتي لقيت ياسر مر ودخل عند الالكتريك. انا كنت في ابر انجن، كنت الرياكتر، دخلت ابر انجن يسار فوق. رحت عند الرياكتر وانا شفتك دخلت مرت من جنبك وانت دخلت في الالكتريك. ما دخلت الالكتريك يوم كنت رايح السكيورتي الا دخلت الباب. دابي انا كنت في ابر انجن. لا بلاش دخلني، انا كنت في الرياكتر دخلت ابر انجن. خلص المهام. اخضر يجي عندها كول داون. ياسر ما ابغى اروح عنده، خذوني ياسر. ياسر مدبي قتل. انا خطرت في واحد صراحه. صوت لا تبقون بدون تصويت. صوتوا كلكم. صوت على واحد صوت عليه في الماضي. الحين شغل تحريات. في جثه صدقوني. اوكي، ما يبغاني اشوف جثه. اذا كان في المدبي فلنا ياسر. طيب السلام عليكم. عرفت القاتل. اول شيء اصبر، اول شيء مزيد وين كان مكانك؟ بالاوتو اللي فوق. طيب او سبتات. طيب عزه وين الاوتو اللي تحت؟ انت الاوتو اللي تحت. القاتل ياسر كان في كانت الجثه في السكيورتي. لا طيب خليني اقول عندي. طيب كانت الجثه في السكيورتي، قتل، دخل الفنت حق الالكتريكال وطلع من البوابه حقت الالكتريكال قدامي، ورحت السكيورتي لقيت الجثه. والوحيد اللي كان في الجهه اليسار. برع نفسي برع نفسك. ما قربت الالكتريكال انا، هو طالع قدامي. ما قرأت الالكتريكال. كمل عند الباب الالكتريكال. اوكي، رحت من عند جاتم اوج الاوتو، رحت من تحت جهه الاستورج. والباقي كله على اليمين. كيف جثه يسار؟ انا اكد كلام سلوم اني شفت ياسر دخل الالكتريكال. شفتوني بس ما دخلتها. بدايه الجيم. لازم اصوت. لازم اصوت. ما في دليل. كم سيلفي بوت؟ طيب كيف سيلفي؟ ما في دليل. انا قلت ما في دليل. كيف ما في دليل؟ انت قدامي، انت الوحيد اللي كنت جهه اليسار يا ياسر. توك طالع قدامي من باب الجثه. كانت في الكتريك. اوكي عادي، جثه الكتريكال. احنا صلحنا، راح نصلح اللي فوق. الجثه مو في الكتريكال. هاو انت طالع من الكتريكال؟ طالع من الفنت حق السكيورتي. سكيورتي في فنت تقدر تحول الكتريكال. الاوتو شغال الحين صح؟ اوتو شغال. ليش ما جيت معي صلحت؟ انا 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 شفت الاوتو شغال، قلت اكيد في جثه هنا. قلت ماني رايح اصلح. لا اصبر. اول شيء عددنا قليل. ثاني شيء اني قلت اسمه واحد يبغى يقتل. وش كنت تسوي مهام؟ طيب انا رحت خذت ما قربت السكيورتي. اول شيء هذا. اوكي عند جهه عند الكهرب حق توصيل الكهرب. خلصت من عند برا باب السكيورتي. اول راوند نزلت تحت، ما دخلت سكيورتي. نزلت تحت رحت عند اللي عند الامبوستر ما عنده تسكات. خلص جي اهم شيء ذبحتكم. من اول داري انك امبوستر. ياسر والله اني عارف انك الثاني. الاول دابي صح؟ والله سلوم بطل كثير. يا حشر كلكم يمين يا رب. شغلت حريات. اوكي
وقعت لأنه ما كانت في مهمة. يا ساتر يا ساتر اسرع قاتل او ماي جاد. شوف او ماي جاد كيف الحال من زكس؟ والله والله ذكي. هلا والله كيف الاخبار؟ انا وقلوش انا وامي اوتو ادمن. اوكي في حقة بطاقة لازم نشوف هل في احد اصلا قاعد يراقب. السلام عليكم. من المتحدث مرحبا. السلام. اول شيء اماكنكم. اوكي انا رياكتر. انا مع ياسر. انا مع عز ادمن. مع ياسر وين؟ انا في الاوتو. انا في الاوتو في مهمه. طيب خلونا على باب الالكترونيات. راح نشوفك. هي لازم هنا. هي. تعال. هي لازم هنا. تعال معي يا كلاش تعال. تعال خلنا ندور لنا فريسه هنا. لازم قبل ما يخلصون مهام لازم تحاول كلوش. مرة ثانية كلاش. السلام عليكم. تمام ما ابي اقول مكان الجثة بس وين كنتوا فيه؟ انا وعزة وخالد. اوه خالد انا وعزة مع بعض طول الوقت. طيب انا في الوقت اوكي انا كنت شاك في خالد في البداية لانه ما ادري كانت تحركاته في المدبي وحتى عزة دخل علينا بس مات. طيب انا بعرف واحد بس وين كان لاني مختفي طول الوقت. سلم وين كنت؟ انا كنت مع كلاش. اسمس وكان معي احنا شايفين جثة مع بعض. جثة مع بعض ولا ذابحينها مع بعض؟ كيف شايف ذابحين بعض بروح اصوت مع بعض. انا كنت توني بصوت صوت كلاش. ريان سؤال لا انا ما ادري شاكك في اسمس الصراحة. سلم انت من وين جاي على الادمن؟ شو تشك فيني؟ انا جاي من ستورج. كيف هيك تاسكات قاعد تسوي مهام؟ عندي الكتريكال عندي كم مهمة بس ما يتكلف المهام عشان ما يصير. عند الالكتريكال وين كانت الجثة؟ اللي على اليسار اخر واحد على اليسار. ايش يسمونه الادمن جثة مين اخر مرة شفنا؟ اتوقع الكتريكال تحت اليسار. هي ايه الكتريكال اي بعدين احنا رحنا جهة اليمنى. يا اخي ناس ايش سويت؟ هي واحدة هي اخر واحدة على اليسار بس ايش نسيتها بيب. نسيتها يا اخي اخر شيء سويته شلون تنساه؟ لا مو باخر شيء سويته. لا لا كانت في النص. انا شاك في واحد والله اللي هو نقول ولا وش تقول؟ لا قل ممكن نعزز والله بيب. انا شوف انا اعرف زلم من فتره وعارف متى يكذب. اجل خالد مات ريان. الله بكيفك يعني. يلا طلعوا اثنين امبوستر شباب. عيون ما ادري وش اذبحوا اذبحوا وش فك 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 كلاش قلت هذا البنفسجي ودخل الفنت طلع من الكافيتيريا. ايجي شباب لا لانا قبل ما يموت كلاش يا رجال. ايه كلاش كلاش دبل كل ايزي فجأة تروح تصوت على جثة كابتني كذا. انا ما صوت على طول. انت اللي مسوي ريبورت. انا اي واحد اي هو طلع اني مسوي ريبورت بس ما ضغطت تعرف اللي خلاص نبي نطلع. يا اخي لو طال لو داخلين الفنت وخشينا مثلا نافيجيشن ولا شيء خلاص ايزي شباب اللي بذا بذبح ريان اول واحد. سلام اقول لا تكذب بس مره ثانيه. انا بذبح سلو حسن ريان امبوستر شباب. اهم شيء وضحت انه اذا مت فريان قاتل. ريان وش سويت اخر مهمه؟ اي انا اقول لك اخر لا والاوتو الاوتو كلنا موجهين هناك والقى كلاش القى الجثه عند لور انجن وين رايح له؟ وش سويت اخر مهمه ريان؟ ليش رايح لور انجن؟ ليه ما رحت الاوتو؟ ابمر انا نازل تحت اخر شيء سويته في الابر انجن. من وين جيت لور انجن؟ سلوم بسالك سؤال من فوق. بس هي ريان اذا انت في الابر انجن ترى ما شفتك انا. فانا ما شفته بعد. كنت في كنت نازل على اللور انجن. طب اوكي يعني يا اخوان الحين كلاش اذا ما فزنا الجيم فا انا صوت على واحد وانت صوت تبون سكيب تبون ذا شباب ترى التاسك باقي شوي تكفون والله باقي شوي. يب انا خلصت الحين صوتوا علي. انا صوت على واحد ما يبقى مين. حتى انا صوت عليك. انا صوت عليك كلاش معليش يعني واضح ما ابي اوضح من زي كذا. ترى التاسك قليل يعني اما طلع كلاش اوكي يمديني اخلص الجيم صراحه. يجي شباب يلا التاسكات. ريان يا ريان ما راح اسويها انا. لا يا عيال واضح ريان يا عيال يا عيال يا عيال قاعد اقول لو ايش اخر مهمه سويتها قاعد اتهرب بالسؤال قدامكم. انا قلت لكم ريان اقسم بالله اني قلت لكم ريان مرتين. انا ما شفته في الابر انجن وقلت اني ما شفته. انا شفته متردد قلت واضح انه هو شوي شاف انه ما في تحدي مشى راح للجيم الثاني يرجع نفس المكان. خليك من كذا قاعد اقول ابر انجن قلت انا ما شفتك ورحت على طول صوت وقتها ولا واحد منكم صوت قهر.
امشي كوميدي. السلام عليكم شباب. عليكم السلام. القاتل هو لا اصبر لا اول شيء خلني اشوف مكانك ريان وين. اخر شيء ايه ستوريج. يا كذاب قاعد تمشي معي انت كيف ستوريج؟ مين اللي كان تحت على اليمين اللي كان عند الشيلز اللي مشى من عندها؟ اوكي كان في اثنين. اصبر كان في اثنين يمشون كل واحد مكانه. انا بقول لك انا اقول لك الاثنين ذولي واحد منهم مليون بالمية. اثنين ذولي MZXQ اوكي حلو انا ريان. طيب سلم. حلو طيب خلني اقول لك ايش صار. كمل وانا بكمل بعدك. جيت بروح للستورج حلو لقيت اثنين وراي كسر لك. انا محمد فواز. مو محمد فواز ما شفت محمد فواز انا. ليش تكذب كلامي محمد؟ انت وين كنت؟ انا ما شفته. مين شفت يا محمد؟ انا كنت امشي رايح للستورج شفت اثنين وراي. الثاني كان ريان اما خاب ظني. الجثة مكانها نفيجيشن لهم. انا استبعد دابي كان معي في الالكتريكال فما ما اتوقع. انا شفتها. انا جيت من الكافيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلوا مات. قبل اقول وين الجثة اماكنكم وبذات ياسر وين كنت؟ انت عند الرياكتر. والله نقلكم نريان. والله نقلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام. خيرا بسولف. من اللي صلح اللي فوق يمين؟ أنا شفت ريان نازل. أنا وياسر كنا موجهين رايحين لها. طيب وفقا لكلمات المرحوم في سلوم كان يشك بريان في البداية. وللأسف أنا شفت الأحمر وعزة ونجيب معي كانوا كلهم. ياسر وأوسمز ما كانوا موجودين. وفي واحد صلح اللي فوق يمين. وللأسف هناك وجدت جثة دابي. اثنين ماتوا صح؟ محمد هواز ودابي. اثنين. أنا شف بصوت على واحد كنت شاك فيه. إيه؟ أوسمز صراحة. يلا طب يا قاتل. جود باي. مهام شباب مهام الله يرحمه. خلاص جي جي. الأحمر سلطان. ليش سلطان تكلم؟ ليش طيب؟ أديني ما يبرر يتكلم وكذا. كان داخل الإلكتريكل لكن شفت ياسر دخل راح عدى الإلكتريكل جاء سبوتاج رجع. أنا تكيت برا عشان ما أموت. إيه؟ عشان دخلت أول ما دخلت لقيت جثة. قربت شوي لقيت ياسر. لا لا ليش ما بلغت على الجثة؟ طلع لي سؤالي. ليش ما بلغت على الجثة؟ هذا سؤالي. توني ادخل عرفت بصلاح الكهرب. شفتك ايش بالبوت ما سويت رحت الكهرب سويت البوت على طول. قبل راوندين انا والاحمر كنا نمشي طول الوقت مع بعض. لا ما بعذر راوند الماضي ما دخل. ما شلون ما دخل الان ما في ادله يا ياسر. سويت علي ادري بس يلا مو مشكله. يجي شباب مو تقاتل. ابلع يا عيال ريان ما يصلح كذا. يا عيال قفط لكم ريان من بدايه يا خالد. ما شاء الله الله اسطورتي يا خالد قسم بالله.